نلتقي على رأس الساعة. الاقتصادية والرياضية على موقع سكاي نيوز عربية. نفت مصادر أمنية وعسكرية مصرية ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن مقتل 4 أشخاص في محافظة أسيوط. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون عن قلقه حيال استمرار أعمال العنف في مصر حسب متحدث باسمه. ودعا بان كيمون مظاهرات الجمعة إلى 4 قتلى و40 جريحا في جميع المحافظات المصرية. أكد وزير الداخلية الأسبق محمد زكي إن الجماهير في مصر لا تساند التحرك الذي تشهده الساحة المصرية والذي يتميز بالعنف حسب تعبيره. في الإسكندرية خرجت مسيرة مؤيدة للقوات المسلحة من مسجد القائد إبراهيم، وقد أغلقت قوات الجيش والشرطة جميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير وعبد المنعم رياض، وتم وضع الأسلاك الشائكة لمنع دخول المتظاهرين. قتل جنديان مصريان وأصيب ضابط وجندي آخران في هجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارة تابعة للجيش قرب مدينة الإسماعيلية. في لقاء مع تلفزيون تركي، حمل الرئيس السوري بشار الأسد حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية إراقة دماء عشرات الآلاف من السوريين. وقال الأسد إن أردوغان مسؤول في سوريا ومصر وورط تركيا في سياسات ضد مصلحة الشعب التركي. حكومة الآن قال غوانتانامو مصاب بمرض عضال، وقد